اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معذمین السلام علیکم ورحمۃ وبرکاتہ الفلاح اسلامک ٹیچر چینل کے ساتھ میں ہوں آپ کا مذبان سید نثار شرازی امید کرتا ہوں آپ جہاں پر بھی ہوں گے اللہ تعالی کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے سامین کرام آج ہم پارا نمبر دو کا

بالعمرات ذا ذي إلى بلا ذا برل إلى الحجيم ذا برحجيم ذي إلى الحج فذا برفا ميم سين ذا برمس فمس تي ذا برتي فمستي سين ذا بسا فمس را ذا برا فمس تيسا ميم ذرمي نو لا ذا برل من هذا ذا برهد يا ذي من الهدي فذا برفا ميم لا ذا برمل

حاجيم زبر حج جيم في الحج واو زبر و سين زبرعة وسبعة تادو عين زبر ع و سبع و إي ذا زبر إذا را زبر جيم عين زبر رجع تا من بشتم رجع تم تا لام تلك عين زبر شين زبر عشا را زبر عشارة تادو بيشتون تن كافلي ذبار كا ميم ذر م لام ذبر لا كا ميلا تادو بيشون كا ميلا تون زال كافلي ذبار زال ميم لي زالي كاف ذبر كا زاليكا لام لي ميم لام ذبر مل ليم لام ميم ذبر لام ليم لام يا ذبر يا كاف نون بيش كون يا كون أهل بيشلو أهلو

هذي للمسجد الحرامي واتذبر واتذبرته واتق الله من بشقل واتق لام كل ذبر لا واتق الله هذا برها بي واتق الله ووعد ذبر وح لام ذبر لا واعلها من ومت بيش مو أمزنون ذبر أن نون لام نل أن لام ذبر لا

من الحج فمن, فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاذر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب همزة لام زبر الحاجيم زبر حج أَلْحَاجِيمْ بيش جو الحج جو شين زبر أشها بيش هو راميم دو بيش أشهر ميم عين زبر مع لام و لو أشهر ميم كالي زبر ما تاتو بيشتون، تون أشهر ما فا زبر ميم نون زبر من فمن فا من برفا زبر فا را زبر را دو دو فرا دو فرا دو فا را ضا زبر في ها نون زير هن في هن نون لام زبر نل في هنال

فوسو قا ذبر قا فوسو قا لام و لا لا ولا جيم زج جي دا لا مل فذبر دا. دا لا ذبر لا جدلا فلا مذير في الحج جيم ذبر حج جيم جي في الحج وذبر و ما مل ما وما تف ذبر تفعين ذبر عاد لام موب

دار و بهدو و تزود فا ان فا نون زبر خايا زبر خي رازا زبر رز خير رازا زبر زا دالتا زدت خير خي رازا دت تاقا و تاق و وكالي زبر و

فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. صد اللہ صبن <العظيم> کرم آج کا سبق یہی تھا کل انشاءاللہ نئے سبق کے ساتھ آپ کی حدث میں دوبارہ حاضر ہوں گا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک کو صحیح معنوں میں سیکھنے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین وآخر دعوانا ان الحمد الحمدللہ رب العالم